ياه وليت ملي كنريح من الشواء نفسي كتضيق وفي المواقع الاجتماعية بحال وليت كتصدق اما اللي كتدعي بشرف مريم العذراء واللي كتزيد الابليس تواع في الشتم وتخربيق واش عقلتي 20 نهار قلتي لي كتسالى الشرف وانت كتسالى الماسو وانا قلت لك بلي كل واحد فينا كيتسالى اللي خاصو عندك تجو تعاود تقول لي بلي ما كتزنق احسن منك فرشي حيت انا غادي نعاود نقمعك ونقول لك بلي كلابي شفت عقد هاد الشيء واسمع لهادي مزيان عشيري وحل ودنيك حيت انا غادي نهضر مع الرئيس وعلى المواطن وعليك يا سيد الرئيس واش مات لك الضامر حتى مابقاش كيبان لك الفقر راه الخوف من الله كيجي هنا والخوف من الفقر كيعذبنا المشهد تيقول تعلق الفاني بالفاني وفني تعلق الفاني بالباقي وبقي الحب الوطن واجب علينا ولكن بغينا اللي يشوف فينا ويحس فينا باش البحر عمرو ما يدينا لينا كنحاربوا الفقر غير باش تولي الدنيا هانية حنا ما عارفينش واش هذا عدو خليتو لينا من الحرب على 100 ثانية كنشوف شي وحدين خادو وسام ولاد البلاد ما داروا والو وشي وحدين يسالوا كنبقاو نسالوا ونقولوا هذا مالو خوتنا هاجروا من هاد البلاد بسبب الفقر والحقرة انا ما كنقولش بلي البلاد ما فيهاش الامن ولكن فيها الشفرة انا قررت باش نمشي من هاد البلاد حيت البلاد ما بقاش تعجب شي ولد الفشوش يقتل ويخرج ويغشوا الفلوس ولد البوفي فيها يمشي ملي كيتبطل الوطن بالانتخابات كتعيطوا للفقراء يلبوا بالاصوات وملي كتسالي كتعيطوا للاغنياء يقسموا مناصبنا في الثروات دابا شنو واش غادي تردوا تصوت اجباري شكون هاد الحزب اللي غادي نصوت عليه واش الحزب اللي كيدافع على الحانه والكباري الحزب اللي كيقول انا حافظ صحيح البخاري الناس ساكنه غير في الكريان وغرقه بسبب الامطار وتجي تقول لي صوت على من بغيتي صوت على واحد ما قريت حتى نهار يضحك عليهم بكس عادي الكسكسو وسبع خضاري ملي نجح حتى عنده داكسي ولات عنده فيراري الغرب لا دين ولا مله كيسعدوا صحابهم حتى يوصلوا للسله اما اللي كيدعي الاسلام هو كامل النفاق يوصل صاحبه حتى يوصل مع مراته للفراق راح حتى يدنا فوق يد الله والضم في دماغه والموت في طريقه تسناه واحد يضرب مولا قبل الفلوس وينوض في الدار روينه باش يديهم صحابه هما يديروا لي زوينه راه تصاحبنا ما بزاف وكاملين درناهم لنظام اذا كانوا معايا قول لي وين راهم اليوم هذاك يقطع فداك وهذاك يهضر في اللي حداك خرجوا عليك الدعايات وباح قاعدين معاك قبل ما تلوم تجيب شوف نعيشك فين كانت كتسرح ماشي حتى تجيب لك الفرش وتولي بحال الكلب كتنبح الدنيا دوارت طبيبها يمرض خبه زي الجوع راك ما طال الزمان واحد النهار غادي تطوع ما تنزل نفخه ما تغرق عباد راه النار درت ملح تزمرو في الاخر خلتها رماد اليوم قاصر وحياتنا سير وسلوك تزيد وجهنم تقولوا هم المزيد اما حنا دابا ولا شي حاطي شي ما ندق عليك ما تدق عليا وش يخرج على الطريق ما بقينا عارفين الدري من الدريه شاد ملح والوقر وشاد حتى النيه تبعنا تقاليد الغرب ونسينا التقاليد المغربيه ولينا بالفيسبوك والمواقع الالكترونيه ولينا عباره عن مخلوقات فيسبوكيه هذاك في السكايب مع السويديه وهذيك في الواتساب مخشيه ولا الدري يخرج في الصباح ما يجي حتى العشيه عين بصيره وليت قصيره وكبده مكويه ولينا كنبعدوا على الدين غير شويه بشويه مشى الادب والحطيره ومشى حتى التربيه تبدل الزمان وتبدلت مع حتى العقليه راني عارف طولت عليكم غير سمحوا لي انا ماشي رابور انا ماشي لاعب كوره انا جاي نضرب طله في اليوتيوب ورجع مع الدوره بيس بيس